استقبل رئيس المكتب السياسي لمجلس الحراك الثوري الأستاذ فادي باعوم في العاصمة عدن يوم الخميس السيد بيتر رايز مدير مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، وذلك ضمن جهود الأمم المتحدة في إحلال عملية السلام الشامل في اليمن. في دوره ثمن السيد بيتر رايز الوفاق الجنوبي العالي الذي تم بين مجلس الحراك الثوري وبين المجلس الانتقالي الجنوبي، وأن الوفاق الذي تم نراه في مكتب المبعوث على اعتبار أنها خطوة هامة على طريق الاستقرار والسلام الشامل في اليمن، ونأمل أن يمتد هذا التوافق على مستوى جميع المكونات السياسية في الجنوب ودعم جهود مجلس القيادة الرئاسي.